طيب الذره هنعمل ايه؟ هناخد ذره معلبه، ويا ريت اصلا تبقى الذره السكريه الطازه. في طريقه كده حلوه نفسي الاقي ذره سكريه اليومين دول ووريها لكم. بتاخدوا السكينه كده وبتحاولوا، وانتوا بتقطعوها من تحت وتوقفوها على البورد كده، وبتحاولوا تقطعوا جامد بحيث تنزل شرايح الذره سليمه كده على بعضها، يعني تنزل شرايح كده وتتحمر تطلع خطيره. مفيش كل ده، عندنا ذره معلبه هنصفيها، عندنا زبده كتير النهارده. احنا مش المفروض نعمل كل السايدز دي مع بعض، احنا دايما جنب اي ستيك بيقول لك اختار تو سايدز، ماش بوتيتو مثلا مشروم، ماش بوتيتو وذره، ذره ومشروم، اثنين بس. اوكي، هنحط الزبده والزيت، نقطه زيت عشان انا عايزه الذره تتلسوع شويه، تتحرق، عايزه اديها لون كده. نوزعها، مش عايزه ينزل اي ميه. الذره السكريه عملنا منها وصفات كتير، هتلاقوا شوربه كريمي كورن، عملنا كورن بريد، عيش بالذره، دخلنا معاه دقيق الذره والذره. نوزعها كده ونتاكد ان الحراره العين كبرناها عشان تغطي المساحه. جت فتره كده بقى في ستاندز كده، يعني اول الحاجات يمكن اللي ابتدت تتباع كفود تراك كانت الذره دي، وبيبقى بتحط لها زبده زي ما انا حطيت، وساعات بتحط لها سنه ليمون زي ما هنحط. والنهارده هنضيف لها كمان رشه تشيلي باودر اللي هو شطه البودره، ورشه بابريكا يدوها طعم حلو. هاتوا ناخد، طبعا اللي مش عايز حراق ممكن ما يحطش الحراق، هنحط شويه من الحراق وشوية أكتر من البابريكا، وحنحط لها، فكر ما حطلهاش توم عادي، حط لها توم بودرة. توم البودرة هيليق مع المكسيكان فليفرز دي أكتر. أنا سايباها ما بقلبهاش لأنه إحنا عايزينها تاخد لون قد ما نقدر. كنترول تيجي نبص، ما حدش فكرني، بص على الفرن نشوف الدنيا. لا ابتدى يسيح اهو. اوكي، لا هو ابتدى يسيح، قدامه دقيقتين، احنا حاطينه على اعلى حراره على الشوايه. احنا دايما كنا بنتكلم قد ايه في سيتنجز حلوه في بوتاجازات بافران باكو، طبعا بوتاجازات بس الافران، في شوايه وفي شوايه مع مروحه. بتبقى الشوايه حاطين حجمها اصغر والمروحه بتوزع الحراره، ودي مناسبه لما يكون كمان عندنا كذا حاجه في الفرن، ودي من ميزه برضو بوتاجازات باكو افران باكو انه مالتي لاير، ممكن نسوي حاجه اثنين ثلاثه، المروحه شغاله او الفرن من تحت مع الشوايه، فاللي بسويه من تحت شغال والشوايه شغاله على اللي انا عايزه احمره، فممكن احط اكتر من طبق يستوي في الفرن مره واحده. تعالوا نبص على الذره، ما حطيناش ملح، فاضل ملح، وقلنا هنحط لها كده رشه ليمون في الاخر كده تخلي البابريكا تظهر. خليني اقلب، اهي ابتدت تاخد لون ريحه الشطه. اقول لهم السؤال ده عادي؟ بيقولوا لي هو ممكن لو سبناه كتير يتطقطق زي الفشار في الكنترول، ريحه الفلفل الحراق. سؤال وجيه بس، لا البوب كورن الكورنلز، كورن كورنلز اللي هي كل برضو زي البطاطس، الذره في منها بره بالذات في امريكا اللاتينيه اللي هي تعتبر المحصول الحرق قوي الاستراتيجي بتاعهم، في الذره اللي هي النشويه والسكريه والبنفسجيه والبلو كورن، حتى في تورتيه لونه بلو، في نوع معين من البوب كورن. انا سؤالي بقى مش زي اللي انتوا بتسالوا، ايه الحادثه اللي خلت حد يكتشف انه نوع الذره ده المعين بيقلب بوب كورن؟ اكيد يعني ما قعدوش يجربوا كل انواع الذره، فاكيد اكيد في، يعني لو بتتفرجوا علينا مين يعرف كيف اخترع البوب كورن، او ايه الانسيدنت الحادثه اللي ادت انه اكتشفوا ايه ده، الله بيفرقع هنعمله سناك، اكيد كان في حد حصلت له الحادثه دي. تعالوا نحط دلوقتي عليه، هو ابتدى ياخد اللون الحلو، نحط عليه الليمون. اين الليمون؟ اهو، في سنه بالليمون
وده سايد تاني I think يلا